الكلام اتقال عليها كتير عشان تعرف قيمتها يعني. في واحد من العلماء قال حاجه حلوه، اعطوني قيثار الداوود والحان الكنيسه القبطيه وانا اخدم بهم اسوار الشيطان. ميزه الالحان القبطيه ان هي مش مجرد كلمات بس، مش مجرد نغمات بس، لكن اباء عاشوا مع ربنا وتعمقوا في العلاقه معاه وكده قدروا ان هم يصغنوا الالحان القبطيه. لكن يا ترى ليه بنستخدم الالحان القبطيه؟ بيقول كده ان الالحان القبطيه الاستعانه بها على النشاط في العباده. لما تلاقي واحد بيشتغل في حاجه وبالذات الرهبان، الرهبان تلاقي ان هم طبعا في العصور القديمه هو طول النهار بيشتغل في الدير، فعايز يعمل حاجه تلهيه عن التعب النسكي بتاعه. فلما بيبتدي يرتب بالمزمور فده بيخفف من الافعال النسكيه بتاعته ويحسسه بالوقت. حاجه ثانيه هي مناطق الحان الوثنيين. حاجه لو سالتها كلكم عارفينها كويس، كان في قديس اثناسيوس واقف قدامه واحد حطوه باسمه اريس. مظبوط. اريس بقى كان بينادي بايه؟ بان الاب غير مساوي للابن. لكن حد يعرف كان بينشر البدعه بتاعته دي ازاي؟ ازاي يعني ايه المعتقد اللي كان بينشره بالترانيم؟ او كان بينشرها ازاي ومين؟ كان بيغنيها ازاي؟ بص هو اريس كان ذكي شويه، كان بينزل للطبقه اللي هي البسيطه. واحد بياع فجل، واحد بياع قوطه، فيجيهم واحد بتاع القوطه يقول له القطايه دي بكام؟ يقول له ب 10 سنه، يقول له طب الاثنين بكام؟ يقول له 20 قرش، يقول له طب الثلاثه بكام؟ يقول له 30 قرش، يقول له هو انت مسيحي؟ تؤمن بعقيده الثالوث؟ الراجل يقول له اه، يقول له طب بص انا هعمل معاك صفقه ولا ما حصلتش. يقول له هتعمل ايه؟ يقول له انا هاخد منك الثلاثه وهديك سعر واحده. يعني اخد ثلاث برتقانات مثلا 38 قرش واديك 10 ساعات. فالراجل يقعد يحسب كده في دماغه يقول لك ده ايه دي انا اللي هتخسرنا دي. فيبتدي يبعد عنها لانه كان بيحسبها 1+1=1. لكن جه القديس اثناسيوس بنفس الطريقه وعدل الفكر وقال هي 1+1=1 يطلع نفس الناتج يعني اللي هو 1، وابتدوا يردوا على بعض بالترتيب. وبنفس الطريقه ملك الرام السرياني رد على واحد عندهم كان اسمه بارتيسان، برضه كان بينشر البدعه بتاعته بنفس الطريقه، فابتدى يرد عليه بالالحان وابتدت بكده تنتشر الالحان. وعندنا في الكنيسه الحان بسيطه، منها مثلا زي ما انتم عارفين بنقول مليحه للست العذراء، فبنقول فيها السلام للمخلوق او خالقها هو جننها وهي بيد مبدوعه وولد كصبي منها. كلام بسيط جدا اي حد ممكن ان هو يفهمه. بنيجي في العقيده بتلاقوا بنقول المجد للآب والابن والروح القدس، بنكررها كتير زي سبات في كي ابن ماضي. فتلاقوا ان الطفل الصغير او اللي في الكنيسه حفظها، حفظ عقيده الثالوث اللي اتعقد عليها مجامع وهو حفظها ومؤمن بها بسهوله جدا. فالكنيسه قدرت بالالحان توصل المفهوم ده بحيث انه يبقى بسيط لكل واحد انه يستقبله بسهوله. الالحان فيها ميزه ثانيه انها في كنيستنا بنستعطف بها قلب ربنا. تخيلوا كده اي واحد منكم وهو ماشي في الشارع ولقى واحد بيشحت، بس كان شحت غلس شويه، يقول له يا اديني اي حاجه، هيعمل ايه ساعتها؟ هيسيبه يمشي. لكن الشحات بيعمل ايه؟ بيحاول ان هو يستعطف اللي قدامه ويقول له بلال انا غلبان، بيوطي صوته ويمد في النغمه بتاعته عشان يستعطف قلب اللي قدامه. فاحنا كده كنيستنا علمتنا ان احنا نستعطف قلب ربنا، فنقول له مثلا يا رب ارحم او يا ليسون. يمكن اكتر جمله بتتكرر في صلوات الكنيسه كلها بنقولها له بكذا طريقه. كيري ليسون كيري وفي الغرغوري طبعا بضلها بطريقه ثانيه، ونقعد نقولها له ابكي وعربي، وفي الاخر
من ربنا يرحمه. كان يا ليسوك يا ليسوك يا رب ارحم، وهكذا. طب ليه كل ده؟ كل ده عشان نستعطف قلب ربنا ونقول يا رب احنا ما نستحقش ان احنا نكون واقفين في بيتك، ومن فضلك احنا بنلتمس منك ان انت تغفر لنا خطيئتنا. حاجه تانية في الالحان، لو في الكنائس الكاثوليكيه اللي خدت مننا الالحان القبطيه بتاعتنا وبيستخدموها، لو حد يختصر في الوقت شويه فممكن يقول القداس ده منك. فيجي مثلا يقول ايه؟ قربوا مع جماعكم، ما قربت ايضا، ارفعوا قلوبكم هي عند الرب، فلنشكر الرب مستحق معانا. مساله ما خدتش دقيقه، وخير وبركه، والقداس اللي بيطلع عندنا احنا 3 ساعات ممكن يطلع في نص ساعة، يعني حسب ايه مش مشكلة. حتى لو تلاقوا في القداسات بتاعتهم يجي الوقفات اللي احنا بنقفها في الالحان ويغيروا فيها، عشان يعني الالحان دي احنا اللي عملناها. لكن معروف طبعا ان الالحان دي وضعت في الكنيسة القبطية، والاباء اللي تنقلوها من جيل لجيل كانوا في الكنيسة القبطية الارثوذكسية. فا ايه بركة الكنيسة ان احنا نقعد نطول في الالحان؟ قالوا الأبرار بتاعتها ان تدينا فرصة للتأمل والتعمق في اللحن. يعني لما يجي ربنا يقول ايه مثلا؟ يا الله العظيم الأبدي الذي جعل الإنسان على غير فساد. فأنا باجي وأبونا بيقول الكلام أنا ببتدي أتعمق فيه، عشان كده تلاقي من أشهر الناس اللي الناس تحب تسمعهم أبونا يوسف أسعد، أبونا بولا بلف. ليه؟ لأن الناس بتعرف تعبر بالنغم عن الكلام، وبالإضافة لإحساسها بالكلام. وحاجة تانية مثلا، إن النغم بيكون خادم للكلام. تلاقوا ناس كتير غير مسيحيين يحبوا يتفرجوا على قداس العيد ويسمعوا بالذات الإنجيل يقول المعلم إبراهيم. ليه؟ لأنه بيعرف يعبر كويس عن الكلام. فيجي مثلا في الإنجيل العيد يقول إيه؟ وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل، ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر. نقطة تانية في الإنجيل يقول مثلا مريم المجدلية اللي شكت في السيد المسيح بعد ما لمسته وشكت في قيامته، فكان فيها عداء، فقال لها يا مريم. فممكن فقال لها يا مريم، لكن انا عايز احس بالعتاب. هنقول ازاي؟ فقال لها يا مريم، عتاب من السيد المسيح. فالنغمه ممكن تعبر او توصلني المفهوم الكلام افضل، بس انت لما اكون انا فاهم الكلام اللي بيتقال. عشان كده بفضل ان اي حد هيطلع يقرا، حتى لو ايه هو عارف، حتى لو الانجيل هو عارفه، مفيش مانع ان انت تقراه مره ثانيه قبل ما تقوله، عشان تحس الكلام اكتر وتعرف ازاي تحسس اللي قدامك بيه. كتير قوي بيسيبوا الكنيسه وبيقولوا الالحان ممله وطويله وما لهاش لازمه، نتيجه ان اللي بيأدوا الالحان بيأدوها بطريقه غلط. مش مهم انت حافظ الالحان قد ايه، المهم بتعرف تأديها صح ولا لا، بتعرف توصلها للي قدامك ويحس بيها ولا لا. احنا عندنا حاجه عظيمه فبنفقدها باستخدامنا ليها بالاستعجال، بان احنا مش فاضيين. ممكن نقول حاجه بسرعه بس الطريقه الناس تعرف تصلي معايا، مش هقول الحاجه بسرعه ولا ان مفيش حد عارف يقول معايا حاجه. بيقولوا نقطه عن اهل المدينه من الروم في بدايه انتشار المسيحيه، ان هم يعني كانوا ابتدوا يؤمنوا بالمسيح بس كان مجرد سمعوا تعاليم او عرفوا بالالحان يعني. وقرروا ان كان في عيد مسيحي هيحتفلوا بيه، وبعد كده ينتقلوا من العباده المسيحيه الى العباده الوثنيه، هيرجعوا لها مره ثانيه. فبيقولوا ان دخلوا الكنيسه وكان في واحد بيرتب الالحان اسمه فيليمون البطرسي، ده كان تلميذ لمعلمنا بطرس الرسول يعني. فبيقولوا ان هم لما سمعوا المكان اللي كانوا مجتمعين فيه بيصلوا يعني، لما سمعوا فيليمون بيرتل الالحان بكوا وقالوا ان ديانه يكون فيها الالحان بالشكل ده مش ممكن تكون غير الديانه الحقيقيه من الالحان اللي سمعوها. يا ترى في حاجه في الكتاب المقدس
تبين لنا عظمة الألحان المصرية اللي ورثت منها أو كانت أحد جذور الموسيقى القبطية. تفتكروا حادثة كده حصلت واتقال اتكلموا فيها عن الموسيقى المصرية؟ كتاب مقدس. نعم؟ جنازة يعقوب. جنازة أبونا يعقوب. طبعا هو كان جاي ويوسف ساعتها كان الرجل الثاني مقبر بعد الفرعون، واتعملت جنازة بيقول كده كانت في عيني فرعون أو في عيني يوسف كما في عيني فرعون، يعني كأن واحد من الأسرة المالكة هو اللي توفى وعملوا الجنازة. فابتدوا يخرجوا بموكب جنائزي وألحان جنائزية ويروحوا كنعان، فلما شافوهم الكنعانيين قالوا إنها مناحة ثقيلة جدا للمصريين. قالوا لنا إنها مناحة ثقيلة يعني مش حاجة عادية من قوة الألحان اللي كان بيرددها المصريين. وتلاقوا لحد النهاردة دوروا كده على بيوت المصريين خلونا تلاقوا، لكن دوروا على المعابر تلاقوها موجودة، لأن المصري كان بيهتم بالعالم الآخر. فبكده اهتموا برضه بالألحان، ويمكن من الألحان أو الطرق اللي ورثتها الكنيسة القبطية تلاقوا إن في الكنيسة عندنا في ألحان بتتقال على حرف متحرك واحد، بتتقال بالتطويل غير الإطناب النغمي.